السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا بكم في اول فيديو ليا في القناه. قبل ما نبدا لا فيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك لهاد لا فيديو هذه، وتهبطوا لي كومونتير وتكتبوا لي شنو الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا في القناه. شكرا لكم بزاف. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم خبيزات بطيبطات معمرين بالشحمه. اول حاجه البنات، هنايا الدقيق عندي قد الدقيق الفورص، قد الدقيق ديال الفينو، دونك قد عندي معلقه ديال شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره. المهم الخميره ما كنكثروهاش بزاف، حيت هادو ما كيحتاجوش يخمروا بزاف. غادي نعجنوا هاد العجينه ديالنا بالماء دافي عادي، عجينه ديال البطبوط عاديه. انا البنات ما صورتش العجينه كامله باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دابا غادي ندوزوا للمكونات الحشوه باش غادي نعمروا هاد البطيبطات. عندنا هنايا البصله حريف ولا البصله خضاريه، عندنا شويه ديال لاداند، عندنا الشحمه تقدروا تقطعوها كما دايره انا، تقدروا تحكوها. عندنا هنايا شويه ديال الفلفله حمراء، تقدروا ديروا الفلفله ملونه، وعندنا هنايا السودانيه الفلفله حاره. درت التحميره، الكمون، الخرقوم ومليحه والزيت فاش غادي نشحروا دوك المكونات. هنايا البنات كنت كنصور وما رديتش البال، ما صورتش لكم المكونات الاخرين ملي درتهم يتشحروا. المهم البنات هنايا شحرت لاداند حتى بدا كيدخل فيه الطياب، وزدت عليه البصيله والفلفله حيت البصله الخضاريه راكم عارفين دغيا كطيب. المهم شحرتهم مزيان، زدت عليهم العطريه اللي وريتكم وصافي وشحرتهم. حبيباتي من بعد ما عجنت العجينه درتهم كويرات وخليتهم مرتاحوا واحد شويه. هنايا بديت كنقرص في دوك الكويرات باش نعمرهم، كنقرصوهم غير واحد شويه وكنديروا الحشوه من الوسط وكنسدوا. انا هنايا قرصتهم بشويه ديال الزيت، دهنت بها غير سطح العمل وعمرتهم. غادي تشوفوا غادي نبدا كنجمع فيهم، يعني الطريقه البازيك الطريقه العاديه اللي مولفين كنديروا البطبوط. من بعد حبيباتي هنايا بديت كنقرص فيهم واحد شويه صافي، وغادي نكمل هذا الشيء كامل اللي عندي وغادي نبدا ان شاء الله كنخبز فيهم. يعني هذا الشيء ما غنخليهش كيخمر، يعني ملي غادي نعمرهم ما غنخليهمش كيخمروا. هنا البنات بديت كنخبز الخبيزات ديالي، كنعطيوهم كنخبزوهم عادي بحال البطيبطات وفوالا. ها هو الشكل النهائي ديالهم كي كيجي، وكيجيو زوينين وفريمون. هانتوما شفتو راهم جاو عامرين وجاو بنان صراحه. بصحه والراحه وشكرا حيت خساريتو تفرجوا في هاد الفيديو هادي. ما تنساوش تبارطاجيو وتشتركوا في القناه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.